السلام عليكم. حبيت جوست نعطيكم معلومة المفروض معناها كانت تخدم عليها برشا إدارات وبرشا أطراف معنية بزيت الزيتون وموسم الزيتون اللي باش يبدأ معناها بعد أسابيع، معناها ما عاد مازال الموسم قريب يبدأ. التوقعات اللي تقول اللي السعر نتاع زيت الزيتون باش يكون بين 5 و 6 أورو، بما انه فما صابه في تونس وما صابه في اسبانيا، يعني طبعا تبعوا الاسواق العالميه في غياب ديوان الزيت وفي غياب وزاره التجاره وفي غياب اطراف المفروض تتدخل وتعدل الاسعار، ما تخليش الاسعار تلتهب كما صار في السنه الماضيه. انا اعطيت المعلومه هذه حسب خبراء دوليين في زيت الزيتونه، طبعا هما توانسه لكن خبراء ويتعاملوا مع اسواق اجنبيه ويعرفوا معناها شنو هي التوجهات وشنو هي الصابه في العالم، طبعا في الدول اللي معنيه بانتاج الزيت الزيتونه كما تونس وكما اسبانيا وكما البرتغال وكما ايطاليا وكما تركيا وكما عديد الدول اللي عندها زيت زيتون واللي نحن رياديين فيه. المهم اهم شيء اللي حبيت نقوله، ماذا بينا كان الادارات المعنيه تخرج من توا تحدد سعر الزيتون، مش زيت الزيتون، مش الفلاح وقت اللي يبيع بالاسعار المعقوله اللي ما تخليش غدوه المعاصري يتضر، ما تخليش الناس اللي لي زانترفونون هذوكم اللي في الوسط زاد يمشي ياخو بالغالي ومن بعد يلقى للدوله بعد ابريكو معناها هي تحدد الاسعار تولي تعطي اسعار معناها منخفضه والناس شات الزيتون بالغالي كما عملناه وصل حتى ل5 ولا 6 معناها والناس مشات معناها ما عادش تنجم معناها العباد الكو يولي السوم غالي جدا نتاع ليتر. دونك ماذا بينا يعني اعطيت المعلومه للناس باش تعرف علاش قادمه، لكن ما تعرف الناس علاش قادمه كان في حضور وزاره الفلاحه وديوان الزيت ووزاره التجاره، لابد يخرجوا من توا ويحددوا سعر الزيتون مش زيت الزيتون، حدد السوم نتاع الزيتون لانه مهم جدا. انت نحن طبيعي فلاح ان شاء الله ربي يزيد ويربح، لكن المواطن التونسي تحب معناها الاسوام توا نحن حسب التوقعات كما قلنا بين 16 تقريبا و20 20 و500، اي المواطن التونسي معناها مطالب باش ياكل زيت زيتونه بالاسوام هذيا. ماذا بينا كان الدوله تفرض السعر على الفلاح نتاع الزيتون، ربي يزيدوا الفلاح، مش مطالب زاد باش يربح هو عشرات الملايين وعشرات المليارات والمواطن التونسي اللي بلاده بلاد انتاج نتاع زيت زيتونه يولي ما عادش ياكل في زيت زيتونه ويولي يلوج على الزيت ويلوج على نتاع ال 15 دينار كما صار في السنه الماضيه وما فماش نتاع ال 15 دينار وصارت اغلاط معناها لا تقبل. من توا عندك الوقت خذ اجراءاتك، انت مازال عندك الوقت تخرج حدد، اخرج حدد اعمل اتيود. نحن انا لوجنا ومشينا وشفنا وينكم كوزاره فلاحه كوزاره التجاره كديوان الزيت، زيت في الاخر معناها تجي تقول لهم اعطيوني باش تعاونونا باش نعطيو الوكيل ب 15 دينار، مش حلول هذه، معناها حلول نتاع عرفت نتاع واحد ما عنده حد شيء معناها في لا برمج ولا حلل ولا قايم، يجي يقول انا نبيعوا ب 15 ونبيعوا من بعد ما الناس تكلفت لهم ب 20 وب 22 و 23، تجي تقول له اعطيني ب 15 وهذيك اعانه، عاد شنو هو؟ مش معقول. من توا ماذا بينا كان الاداره تحدد سعر الزيتون.